التسجيل، جاي من مدرسة الإمام الولاية نواكشوط الغربية. الحمد لله فزنا بالمرتبة الأولى من رالي العلوم مستوى السنة الثالث، وسعيد جدا بهذا الفوز. حصلت محمد زين من ليسي سلانسكات وفزنا الحمد لله بالمرتبة الأولى، وشاكر رئيس الجمهورية ومهنئ وزارة التدريب. اسمي عبد الله والأحمد يعقوب، نقرأ في مدرسة الخيار ثانوية الخيار، وتوه وجيت في الرتبة الثانية الحمد لله في أولمبياد ماتيماتيك 6 مسير. شاكر الرئيس على تنظيم هذه الفعالية اللي ما شاء الله مرت بشفافية وكانت ما شاء الله كانت زينة وتبارك الله وسهلا. اسم يسلم ولدونه من مؤسس خيار، شاكر الرئيس الجمهوري على المسابقة. كانت المسابقة فيها ياسر من التنافس، ياسر من الفئات بمختلف المستويات. اسمه مكردون أحمد الده، حاصل على الجائزة الأولى في مسابقة العلوم مات العلوم الطبيعية. شاكرا غايس وشاكرا السلطات العليا كاملة على ذا النظام العدل وعلى ذي الأهمية اللي وراوا لهذه المسابقة الشفافة من جميع النواحي، جزاهم الله خيرا. اسم كامل عاشور محفوظ العبيد الله. بالنسبة لهذه المسابقة كانت مسابقة زينة وشفافة ما شاء الله، وشاكرا سيد الرئيس على هذه المسابقة اللي رفع بها معنوياتنا ومعنويات التلاميذ، واللي مشينا فيها وعرفنا مستويات التلاميذ وعرفنا تقدمهم في خلال البرنامج. قال لي نسيبة بنت محمد يحيى، طالبة من مدرسة برج العلم. الحمد لله أنا الأولى من أولمبيات الرياضيات على مستوى الروابع. راعيني البدر قاع والشكر الحمد لله كله لله تبارك وتعالى. ثم راعيني مولي شاكر السيد فخامة رئيس الجمهورية على هذه الجوائز والواجب اللي أداه، هذا يشجعنا نحن التلاميذ على أن نتم نواظبه.